السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل كلامنا بإذن الله بالنسبة للـ MRI أو الـ Physics of MRI Sequences. وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الـ Physics of MRI بالنسبة للـ Sequences الـ Stair Sequence والـ Flare Sequence. لو نفتكر مع بعض في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الـ Fluid Attenuation انفيرجن ريكفري اللي هو الفلويد سبريشن، واتكلمنا عن الشورت تايم انفيرجن ريكفري اللي هو عن الفات سبريشن، انك انت بتعمل ساتوريشن ل للفلويدز مثلا في الفلير خلاص عن طريق انك انت بتدي 180 ديجري راديو فريكوانسي بالز خلاص. فكل التيشوز بتاعتك هنا او اللونجيتودينال ماجنتيزيشن كل التيشوز وكل الانسجه سواء كان فات او فلويد او فات او فلويدز او اذر تيشوز كلهم او ماسلز وات ايفر كلهم بيحصل لهم فليبنج بس في ال 180 ديجري، وبعد كده بيحصل عمليه الريكفري. فاكوردنج مثلا السريع عندك الفات الفلويد بياخد وقت اطول عشان يوصل عشان يحصل له ريكفري. فانا بستغل الموضوع ان اللي بيوصل عندي لمنطقه الزيرو ماجنتيزيشن اللي هي منطقه النال بوينت عندي هنا، ببتدي ان انا ادي ال 90 ديجري راديو فريكوانسي بالز، فبالتالي انا عندي هنا زيرو ماجنتيزيشن، فالفلويد هنا السيجنال بتاعته تبقى بلاك. يبقى انا كده عملت التيشو ده او الفلويد او الحاجات اللي فيها فلويدز عندي بقت السيجنال بتاعتها بلاك، اما بقيه التيشوز خلاص ظهرت عندي بديفرنت ماجنتيزيشن لاني اوريدي ليها فاليو في الماجنتيزيشن. وده ان انا بستخدم اللي هو بيسموه تايم انفيرجن مصاحب للسبين ايكو، السبين ايكو سيكونس اللي هو 90 ديجري بالز وراها ال 180 ديجري بالز. ده الكلام ده وشفناه في الفلويد سبريشن وشفناه في الستير. ادي الفات هو بقى هنا اللي بيوصل التايم انفيرجن بتاع الستير بيبقى قصير عشان انا عايز اعمل سبريشن للفات مش سبريشن للفلويد، فبصبر وقت قصير وبعد كده ادي 90 ديجري بالز بس بتكون لسه الاذر تيشوز ليها ماجنتيزيشن فاليو خلاص. فانا في الحاله دي هعمل ريكوردنج للماجنتيزيشن او السيجنال اللي جاي من ديفرنت تيشوز او من الاذر تيشوز، بينما الفات هو اللي هيبقى فيه البلاك. يبقى انا تايم انفيرجن مع سبين ايكو. ده كان الكلام عن المره اللي فاتت عن الستير سيكونس وعن الفلير سيكونس. طيب قال لك بقى انا دلوقتي عندي الستير وعندي الفلير، طب انا عايز اختار او عايز ان انا اشتغل في حاجه تانية اسمها خاصيه اسمها كيميكال شيفت. كيميكال شيفت، كيميكال شيفت ده يعني وجدوا ان البروتونز اللي موجوده جوه الفات والبروتونز اللي موجوده جوه الووتر لما بيتعرضوا لنفس الاكسترنال ماجنتيك فيلد نفس القوه او نفس الماجنتيك فيلد سترينث، المفروض ان الاثنين بيحصل لهم بريسيشن اكوردنج للارمور فريكوانسي بنفس السرعه نفس الفريكوانسي ونفس البريسيشن. لا، قال لك في كيميكال شيفت، في شيفت كده الاثنين قيمتهم مش زي بعض، في اختلاف ما بين الفريكوانسي او البريسيشن بتاع البروتونز اللي موجوده في الميه، بلاقوا ان هي بتبقى بيحصل لها بريسيشن اسرع او بقيمه اعلى من الليبيدز او الفات. تمام، الفرق ده قد ايه او الكيميكال شيفت ده قد ايه؟ الكيميكال شيفت اللي موجود ما بين الفات والووتر 3.5 بارتس بير مليون، 3.5 بارتس بير مليون. تمام، ده الشيفت ده بيزيد كل ما الماجنتيك فيلد سترينث بتزيد، كل ما انت عندك جهاز اعلى جهاز 1.5 تسلا او جهاز 3 تسلا كل ما كان الكيميكال شيفت ده زياده. طب الكيميكال شيفت ده برضو انت قلته لي ليه خلاص؟ طب هو ايه سبب الكيميكال شيفت؟ سبب الكيميكال شيفت ده انا هشرحه بعدين في فيديو لوحده. ايه هو الكيميكال شيفت وايه سببه مع كمان الكوزز بتاعه التي 1 والتي 2 ريلاكسيشن، ازاي بيحصل ريلاكسيشن او الميكانيزم على مستوى البيولوجيكال مولكيول. اما هنا انا هستغل بس ان انا انت حضرتك لازم تبقى عارف ان في كيميكال شيفت في الفريكوانسي بتاع البروتونز اللي موجوده في الووتر عن البروتونز اللي موجوده في الليبيد خلاص، والفرق ده 3.5 بارتس بير مليون. الفرق ده ان الووتر الهيدروجين اتومز اللي موجوده او البروتونز اللي موجوده للووترز بتبقى بتبرسيس بصوره اسرع من الليبيد. تمام، فهي مور او هاير بيكس هنا عن الثانيه. طيب
ده الشيفت ده بيزيد مع السترينث، مع قوة الفيلد، المجال المغناطيسي. طب انا لو هنا مثلا عندك واحد ونص تسلا خلاص، فانت لو عايز تحسب الكيميكال شيفت او الفريكوانسي ده عن طريق الارمور فريكوانسي خلاص، اللي هو 3.5 بارس بير مليون، اللي هم عبارة عن 3.5 او 3.5 في 10 تو باور ماينس 6 خلاص، دي القيمة بتاعتك. البريسيشن فريكوانسي 64، يبقى انت هتضرب القيمة دي اللي هي قيمة الكيميكال شيفت في الفريكوانسي اللي هو الارمور فريكوانسي، هتعرف ان الكيميكال شيفت ما بين الاتنين عبارة عن 220 هرتز ما بين الووتر وما بين الفات، ده في الواحد ونص تسلا. طب يعني لو قلنا ان الووتر هنا بقيمة، فهيبقى الفات بقيمة اقل منه بكام؟ ب 220 هرتز. طب لو انا عندي جهاز 3 تسلا هيبقى 440 هرتز، يبقى الفرق بيزيد او الكيميكال شيفت ده بيزيد مع قوة او الماجنتيك فيلد سترينث بتزيد. طب الكلام ده فايدته ايه؟ فايدته انك انت تقدر تعمل حاجة اسمها فات سبريشن او الفات سات، اللي هو السيكونس اللي اسمه فات سات، عن طريق انك انت تعمل ساتوريشن، تبعت سيجنال اشارة، الاشارة دي بس تعمل ساتوريشن لمين؟ للفات، وما تعملش ساتوريشن لباقي التيشوز. مش انت في عندك ديفرنس هنا في الفريكوانسي او ديفرنس في البريسيشن فريكوانسي؟ اه. طب انا لافترض ان انا عندي ده مثلا الووتر بيبرسس ب 1000 ميجا هرتز، طب الفات لو طرحنا ال 220 من ال 1000 هيبقى ال 1000 ناقص ال 220 هيطلع الفات عندي بقيمة تانية. هعمل هدي سيجنال بس تأثر او تعمل ساتوريشن او تعمل اكزايتيشن بس للفات. طب لما هتعمل اكزايتيشن بس للفات ايه اللي هيحصل؟ يبقى انت كده عملت تقدر انك انت في الوقت ده تعمل ساتوريشن للفات. طب ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف. بمنتهى البساطه ان انا عندي كل التيشوز هنا خلاص، دي كلها في اللونجيتيودنال ماجنتيزيشن، نفترض عندي الفات وعندي الووتر وعندي الاذر تيشوز. طب انا عندي الفات عارف البريسيشن فريكوانسي بتاعه ان هو مختلف عن بقيه الفريكوانسيز، طب انا عايز اعمل له اكزايتيشن هو بس، فهقوم مدي ار اف بالس خلاص، ده بتبقى ريزونانت مع الفريكوانسي بتاع الفات بس. يبقى انا هدي راديو فريكوانسي بالس اللي هي ال 180 ديجري بتاعتي هنا خلاص، هتبقى مع الفات بس، هتنزل الفات تحت. طيب وبعدين لسه كل اللي فوق دول ما تاثروش، ما عملت لهمش اي ماجنتايزيشن. طيب وهو راجع هيوصل للزيرو بوينت او الزيرو ماجنتايزيشن بتاعتي، هدي 90 ديجري بالس وهكمل عادي، هكمل السبين ايكو سيكونس بتاعي عادي. بينما التيشوز اللي فوق دي هتتاثر بال 90 ديجري بالس خلاص، هنا بقى ما بقاش تايم انفرجن، لا ده بسميه سبير او اللي هو سبيكترال بري ساتوريشن وذ انفرجن ريكفري. سبيكترال بري ساتوريشن وذ انفرجن ريكفري او الفات سات، عملت فات. عملت فات سبريشن خلاص ان لمين؟ للفات فقط خلاص كده. يبقى انا كده قضيت، مش لو في عندي بقيه تيشوز تانيه، لا الانسجه التانيه دي انا ما اثرتش عليها او مش هيحصل لها سبريشن. لكن انت مثلا لو جيت في سيكونس زي الستير كنت بتشوف ايه؟ كنت بتشوف ان في الاذر تيشوز اللي موجوده عندي كان بيحصل لها سبريشن من السيجنال. لو انت بصيت هنا على صوره الستير اهي، مش الفات لوحده، لا كمان في اذر تيشوز موجوده وبيحصل انهانسمنت في الفلويدز. كل التيشوز اللي هي قريبه من الفات بتتاثر لانها بتبقى قريبه من الزيرو ماجنتايزيشن، فبتتاثر عندك بالقيمه بتاعتك، فبيحصل لها داركنينج زي ما انت شايف. لكن ده في الاستير. طب الفات سات لا، الموضوع بيبقى العكس، بيبقى انت بس اثرت على الفات بينما الاذر تيشوز بتاعتك ما تاثرتش، بينما الاذر تيشوز بتاعتك ما تاثرتش. عشان كده الصوره لو فرضنا ان دي تي 1 ويتد ايمج اهي، الفات اهو منطقه السبكيوتينيوس دي او منطقه اللي هو المنطقه اللي جوه دي اللي هي منطقه البريتونيال اللي هي الموجوده جوه جسم البيشنت، او الفات هنا مور برايت لان ده في تي 1 سيكونس. اما هنا في منطقه الفات سات، شايف الفات حصل له ايه؟ انت لغيت السيجنال بتاعت الفات خالص خلاص، وبالتالي زودت الكونتراست ما بين الفات وما بين الاذر تيشوز. طب واحد يجي يقول لك ايه فايده الكلام ده؟ فايده الكلام ده بمنتهى البساطه انك انت طلعت معلومه جديده خلاص، عملت ديفرنشيشن ما بين السيجنال بتاعت الفات وما بين، لو انت عندك مثلا ماس في ورم او في مشكله معينه وانت مش قادر توصل للتيشو ده، هل هو في فات ولا هل هو عباره عن سوفت تيشو ولا ايه، ولا في ووتر كونتنت، فانت بالسيكونسز العاديه ممكن ما تقدرش توصل لمعلومه كامله. فالفات سات بيديك هنا
اكسترا انفورميشن عن القصه دي، انك لو عملت سيكونس الفات سات فانت عملت سبريشن للفات في الصوره، خلاص انت بقيت متاكد ان كل ما هو سبريست كل ما هو فات عندك في الصوره، فقدرت توصل للكونتنت بتاعت التيومر او بتاعت الماس او بتاعت الكوليكشن اللي موجود عندك فيه او الباثولوجي اللي موجود عندك. طيب القصه دي لازم محتاجه هاي انتنستي ماجنتيك فيلد، يعني انت ما تجيش تعمل الكلام ده في لو انتنستي ماجنتيك فيلد. ليه؟ لانك انت احنا قلنا ان السيكونس ده معتمد على الكيميكال شيفت اللي هو 3.5 بارس بير مليون، خلاص اللي هو 220 هرتز موجود في الواحد ونص تسلا. طب لو انت عندك جهاز اوبن بقى، لا جهاز الاوبن ده هيبقى صعب جدا، لو انت 0.5 تسلا فالشيفت اللي موجود او الكيميكال شيفت هيبقى قليل جدا، فعشان تطلع السيكونس ده بشكل مظبوط وبايمج كواليتي مظبوطه فانت محتاج انك انت يكون جهاز هاي ماجنتيك فيلد، وعشان يديك هاير كيميكال شيفت ما بين الووتر وما بين الفات. طيب تيجي بعد كده تاني تكنيك برضو هنتكلم عنه، وبيعتمد على فكره الساتوريشن بالز، انك انت عايز تساتوريت او عايز انك انت تقضي على سيجنال جايه لك من مجموعه من التيشوز، وقصاد انك انت تنهانس سيجنال جايه من انسجه تانية. في حاجه اسمها ماجنتايزيشن ترانسفير كونتراست، وده بيبقى مهم جدا او ليه ابلكيشن في 3 دي ايمجينج او في الانجيو ايمجينج، او انك انت عايز تصور الشرايين بتاعت السريبرال، فبستخدم التكنيك ده. ايه الماجنتايزيشن ترانسفير كونتراست ده؟ ده بيحسن الايمج كونتراست عن طريق انك بتعمل سبريسنج السيجنال جايه من سبيسيفيك تيشو، فبالتالي الايمج السيجنال اللي جايه من الفيزلز او من الشرايين عندك هتبقى انهانسد. انت عايز تشيل الباك جراوند او عايز تشيل التيشوز اللي هي حوالين الفيزلز بتاعتك، فتعمل ايه؟ كل الفكره انك بتبعت سيجنال، السيجنال دي بتساتوريت السيجنال اللي جايه من التيشوز اللي حوالين البلاد فيزلز بتاعتك. طب الكلام ده هستفيد منه ايه؟ الكلام ده هستفيد منه ان التيشوز دي هيحصل لها سبريشن، بينما انا عملت السيجنال اللي جايه بس من البلاد فيزل هي دي بس اللي انا هستقبلها، وهي دي اللي انا بس هعمل لها انهانسمنت او هيزيد الكونتراست ما بينها. طب تعالى نشوف هنا مثلا زي صوره هنا، خلاص ادي وزود الماجنتيك ترانسفير كونتراست، ده السيريبرال انجيوجرام خلاص، وادي السيركل اوف ويلز. طبعا الباك جراوند هنا، مدي سيجنال، عمل شويه ديستورشن او مزوده النويز حوالين البلاد فيزلز خلاص، لكن الصوره دي بتبقى مور انهانسد خلاص. لو انت جيت بصيت مثلا على الاروز هنا زي ما هو مديك، ادي في سمول فيزل اهو، السمول فيزل هنا باين بشكل كويس جدا، بينما نفس السمول فيزل هنا مش باين في الصورة اللي جنبها، يعني نفس الصورة دي السمول فيزل هنا مش باين وهنا كمان مش باين. ليه؟ لأن الباك جراوند هنا مدي سيجنال خلاص مأثرة على السمول فيزلز دي، لأنك أنت طبعًا ممكن يبقى عندك انيوريزم، ممكن يبقى عندك استينوزيس بيبقى حجمه قليل جدًا، ممكن يبقى مليمترز، فأنت عايز تشوفه بشكل كويس، فالماجنتيزيشن ترانسفير كونتراست هنا بيحسن عن طريق إن أنا بشيل السيجنال اللي جاي من الباك جراوند. طب أنت إزاي بتشيل السيجنال اللي جاي من الباك جراوند؟ قال لك بقى تعالى من فوق نبص مع بعض كده السيجنال اللي جاي من الباك جراوند دي ازاي. التيشو ده عباره عن ايه؟ التيشو عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات. يعني انا بيبقى عندي جوه جسم البيشنت او جوه التيشو البرين مثلا عندي ثلاث حاجات، عندي حاجه اسمها فري ووتر، يعني جزيئات او مولكيولز من الووتر تيشوز خلاص موجوده، ده فري حره، وفي حاجه اسمها ماكرو مولكيولز، في جزيئات صلبه او سوليد خلاص ماكرو مولكيولز موجوده، وفي عندي حاجه اسمها باوند ووتر، يعني الووتر اللي مرتبط بالسيرفيس بتاع الماكرو مولكيولز، مرتبط بالسيرفيس بتاع الماكرو مولكيولز. طيب الثلاثه دول تحت تاثير الماجنتيك فيلد خلاص، هل الثلاثه بيحصل لهم بريسيشن بنفس الفريكوانسي؟ لا، بيبقى فيه برضو شيفت في الفريكوانسي ما بين الفري ووتر مولكيولز والباوند ووتر مولكيولز والماكرو مولكيولز بتاعتي، الماكرو مولكيولز بتاعتي. هتلاقي ان الفري ووترز دول بيبرسس بفريكوانسي اعلى من منطقه اللي هي الماكرو مولكيولز، الفريكوانسي بتاعهم بيبقى قليل، لكن الووتر او الفري ووتر بيبقى هاير فريكوانسي عن الماكرو مولكيولز، وبالتالي برضو الفري اللي هم بيبقوا اتاشد او الووتر اللي هو اتاشد بيه الماكرو مولكيول بياخد برضو سرعه ابطا، تمام، بيبرسس بسرعه ابطا. المنطقه اللي فيها الووتر اللي هو اتاشد بالماكرو مولكيولز بسميها باوند بول، اما المنطقه الفري دي بسميها فري بول. طيب انا
هعرف الفريكوانسي بتاع الماكرومليكيولز بتاعتي خلاص، وهبتدي ان انا اديها راديو فريكوانسي بالس ريزونانت معاها، ان ريزونانس معاها متوافق معاها، يحصل ايه؟ هيحصل لها اكزايتيشن. طب خلاص، طب هي عايزه بعد ما يحصل لها اكزايتيشن هيحصل لها ايه؟ هي عايزه تفقد الطاقه بتاعتها، هتفقد الطاقه بتاعتها لمين؟ للووتر مليكيولز اللي هي باوند بيها، مرتبطه بيها. بعد كده الووتر مليكيولز اللي هي باوند بيها دي هيحصل لها اكزايتيشن، طب بعد كده هيحصل لها ريلاكسيشن، هتفقد الطاقه بتاعتها، توصل لمين؟ توصل للفري ووتر مليكيول. الفري ووتر مليكيولز في الحاله دي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها اكزايتيشن خلاص، وهتبقى في الحاله دي كانها في ترانسفيرس بلاين، كانها ساتوريتد، كانها ساتوريتد، كانك اديت راديو فريكوانسي بالز زي مثلا خلاص هو خد الطاقه بتاعته فهو بقى في الترانسفيرس بلاين، فبقيت اللونجيتيودنال ماجنتيزيشن بتاعت الفري ووتر بكام؟ بزيرو. لما تيجي بقى تدي راديو فريكوانسي بالز الاساسيه بتاعتك بتاعت السيكونس الاساسي بتاعتك، مين اللي هيتاثر؟ الفري ووترز او التيشوز اللي موجوده او الانسجه اللي موجوده اللي حوالين الفيزلز اللي هي معظمها طبعا من الفري ووترز، خلاص انت عملت لها سبريشن، مش هتستقبل السيجنال بتاعتك. فمين مين اللي هياخد السيجنال؟ البلاد فيزلز بتاعك اللي انت هتصوره. فاستخدام الام تي سي بيحسن الايمج كونتراست ازاي؟ عن طريق انك انت بتدي راديو فريكوانسي بالز خلاص بتتنقل للفري ووتر بول او فري ووتر مولكيولز، تعمل لها سبريشن او تعمل لها ساتوريشن، فبالتالي السيجنال اللي لما تيجي تدي بقى السيكونس الاساسيه بتاعتك اللي هي معتمده في السبين ايكو او معتمده على الايمجنج بروسيس نفسها ال 90 ديجري، هيلاقي اساسا اللونجيتيودنال هنا بزيرو اللي موجود في الفري ووتر، فبالتالي مش هيقدر يصور حاجه او مش هيقدر يعمل له اكزايتيشن، فبالتالي بس هياخد السيجنال اللي هي جايه من البلاد فيزلز بتاعتك. تمام، ده اللي بيحصل، وده اللي هو بيعتمد عليه التكنيك اللي هو الماجنتيزيشن ترانسفير كونتراست. تمام، ده اللي بيحصل، ده الباوند ووتر اهي نو سيجنالز خلاص، انا بديها ساتوريشن بالز بتنقل، بيحصل لها حاجه اسمها ماجنتيزيشن ترانسفير، يعني بتنقل السيجنال او بتنقل الطاقه اللي هي خدتها من ال 90 ديجري بالز لمين؟ للفلويدز او الفري ووتر بول خلاص، اللي هي الفلويدز او اللي موجوده في معظم الانسجه خلاص. يبقى انا بضرب الباوند ووتر بول او بضرب الماكرو موليكيولز بتاعتي خلاص، او منطقه الباوند ووتر دي اللي تنقل الماجنتيزيشن بتاعتها للفري ووتر بول اللي بعد كده بالتبعيه انا خلاص عملت لها ساتوريشن. تمام، يبقى ده الماجنتيزيشن ترانسفير كونتراست، وعرفنا اهميته وفائدته في موضوع السيريبرال انجيوجرام. تمام، طبعا في يعني في ان شاء الله في فيديو تاني هنتكلم على موضوع ازاي بيحصل تي 1 ريلاكسيشن وتي 2 ريلاكسيشن خلاص، وده هيفهمنا كتير قوي عن طريق البيولوجيكال مولكيولز، عن طريق حاجه اسمها الدايبول دايبول انتر اكشنز. الدايبول دايبول انتر اكشنز.